السلام عليكم. دلوقتي عاوزين عاوز أوضح الفرق ما بين الألجوريزم بتاع الريكفري. فدلوقتي الريكفري ألجوريزم في نوعين من الألجوريزم أو من السكيمة بتاعة الريكفري، يا إما اشتغل شادو أبديت يا إما اشتغل إمبليس أبديت. إيه الفرق ما بين شادو أبديت وإمبليس أبديت؟ أنا مثلا عندي إيه كانت ب10، عاوز أعمل لها أوفر رايت أو عاوز أغير قيمتها، بعمل إيه؟ بسيب دي مثلا ال10 دي متخزنة في أدرس معين في على الهارد، أما أجي أعمل أبديت لها بسيب ال10 زي ما هي. دي اللي بيسميها البيفور إيميج، يعني إيه؟ الداتا قبل التغيير، وبيروح على مكان تاني يحط القيمة الجديدة وليكن ال20، بيحطها على الهارد برضه. فكده الهارد موجود فيه البيفور ايميج والافتر ايميج، اللي هي البيفور اللي هي ال10 والافتر اللي هي ال20. فدي شغل الشادو ابديت. هو بيشتغل ازاي؟ فدلوقتي وانا بعمل ريكفري، يا اما بعمل ريدو يا اما بعمل اندو. فهو بيشتغل ازاي؟ هنا بيوضح لك، انه بيقول لك مثلا لو انت عندك قيمه اكس قديم، اما اجي اعمل اوفر رايت عليها او اغيرها، بسيب القديمه زي ما هي واغير واكتب الجديده في مكان تاني، ونفس النظام الواي بسيب الواي واكتب في مكان تاني. فدلوقتي بيقول لك مثلا لو دول البيش بتوعي من 1 لـ5 مثلا موجودين هنا، انا غيرت البيج رقم 2 وغيرت البيج رقم 5، غيرتهم خليتهم بقيم جديده، فهو بيعمل ايه؟ بيعمل 2 تيبل، تيبل اسمه كرنت دايركتوري والتاني اسمه شادو دايركتوري، بحيث لو هو شغال عاوز يعمل الريدو هيشتغل على ده. فمثلا الريدو هيشتغل على القيم الجديده، المفروض يخزن في الداتا بيز القيم الجديده. فالواحد اللي ما اتغيرش، اللي اتغير اللي هو رقم 2 هيروح يجيب القيمه الجديده بتاعت اللي هي البيج 2 نيو، دي ما اتغيرتش، دي ما اتغيرتش. رقم 5 اللي اتغيرت او 5 اتغيرت، تلاقيه شغال على الـ5 الجديده. فانت بكل بساطه بتعمل ازاي؟ مفيش اي مشكله، انت عندك من بيج 1 مثلا هنا من بيج 1 لبيج 6 مثلا، وليكن انت عندك كده، انت عاوز تغير في 2 و5، هتعمل بيج جديده للـ5 وبيج جديده للـ2، بحيث الكرنت اما اجي عند الاثنين اخليها شاور على النيو، وعند الخمسه اخليها شاور على النيو. طب والشادو دايركتري يعني ايه؟ القديم اللي هو هيشتغل في حاله الاندو. خلاص اللي كان فيه تغيير فيهم الاثنين والخمسه، لا مش هيشاوروا على الجديد، هيشاوروا على القديم. فتلاقي واحد بيشاور على واحد، طب اثنين، رقم اثنين بيشاور على البيج اثنين اولد القديم. شوف الخمسة بيشاور على الخمسة القديم، فهو عنده اثنين، واحد بيشتغل كرنت والثاني شادو. الكرنت في حالة الريدو والشادو في حالة الاندو. ده الشغل بتاع دي لو شغال شادو ابديت. طب دي شادو ابديت، او ممكن يشتغل امبليس ابديت. امبليس ابديت يعني ايه؟ لو مثلا في الادرس ده محجوز للاي، والاي كانت ب10، عاوز اغير قيمتها ل15، بروح على القديمه على ال10 اغيرها اخليها ب15، ما بعملهاش مكان جديد. فالامبليس ابديت ممكن يكون نوعين، يا اما يشتغل ديفيرد ابديت الجوريزم يا اما ايميديت ابديت الجوريزم. ده بيشتغل ازاي وده بيشتغل ازاي؟ ده بكل بساطه بيقول لك انا وانا شغال ديفيرد بعمل تو تيبل، واحد للكوميت، يعني كل ترانزاكشن حصل له كوميت اسجله في التيبل بتاع الكوميت، وتيبل تاني للاكتف، بحيث اي ترانزاكشن شغال اخزنه في الاكتف. اول ما يتعمل له كوميت بشيله من الاكتف اوديه للكوميت. طب لو دلوقتي لو حصل كراش هنا،
خلاص هو مسجل في تيبل الكوميت ومسجل الاكت، فهشتغل معاه ما فيهاش اي مشكله. وهنا نفس النظام بيعمل اثنين تيبل، واحد للكوميت والتاني بيعمله للاكت، ما فيش اي مشكله. طب هنا السؤال دلوقتي، ايه الفرق ما بين الايميديت ابديت والديفيرد ابديت والايميديت ابديت؟ الديفيرد ابديت دي يعني بيقول لك ايه، انا دلوقتي لو عاوز اعمل ابديت مثلا للاي، ما بعملش ابديت دلوقتي، لا بخزنه في مكان عندي وبعدين اعمله بعد، يعني ايه، بعدها بشويه، مش لازم دلوقتي، بعدين هروح اغيرها بعدين. فدلوقتي لو حصل كراش للسيستم، هو انت لو حصل كراش للسيستم مفيش، انت ما عملتش اصلا، ما خزنتش اي داتا على في الداتابيس، عشان انا بقول لك انت بتخزن بعدين ما بتخزنش دلوقتي، فما فيش اي داتا حصل لها ابديت على في الداتابيس. فانت دلوقتي كل العمليات اللي بتعملها بتعمل ريدو، ريدو لمين؟ للي حصل لهم كوميت عندك، اللي حصل لهم كوميت انا اعمل لهم ريدو. طب اللي هم في الاكتيف اللي لسه ما وصلوش للكوميت اعمل لهم اجنور، اكنهم مش موجودين. ليه؟ عشان اصلا يعني ايه، اما نشوف النوع الثاني هتوضح خالص. الايميديت ابديت بيقول لك ايه، انا عندي اثنين تيبل، واحد كوميت واحد للاكتيف، وانا اصلا شغال ازاي؟ ايميديت ابديت يعني ايه، اول ما اغير في الايه، سواء عملت كوميت للترانزاكشن او ما عملتش، هروح اعمل اغير في الداتا بتاعتي، اغير في الايه للقيمه الجديده. فهو شغال ايميديت، بيغير فورا. فعمل الاثنين تيبل، واحد للكوميت، واحد هنا بيسجل في الكوميت ترانزاكشن، وهنا الاكتف ترانزاكشن. لو السيستم كراش هنا هيعمل ايه؟ هيروح كل اللي عمل له كوميت هيروح يعمل له، هيعمل له ريدو، هيعمل له ريدو. طب واللي هم اكتف اللي لسه ما وصلوش للكوميت اعمل لهم اندو. اندو ليه اصلا؟ عشان اصلا انا رحت غيرت، انا شغال ايميديت يعني بغير في القيم، انا رحت غيرت في القيم بتاعت، فعشان كده هم لسه اكتف لسه ما خلصوه، فاروح ارجع القيم الجديد القديم، فانا بعمل اندو. يبقى بعمل اندو للي هم في الاكتف، وبعمل ريدو للي هم في الكوميت. ده في حاله الايميديت. طب في حاله الديفير، الديفير بعمل ريدو للي هم في الكوميت، وبعمل اجنور للي هم في الاكت. طب عاوزين نشوف مثال على الجزء ده. ده مثال مثلا، ده مثال بيقول لك مثلا لو انا شغال، انا بقول لك انا لو انا مثلا شغال ايميديت، ايميديت يعني اول ما يحصل كراش بشوف الاكتف بعمل له ريدو، وبشوف الكوميت بعمل له ريدو. طب دلوقتي او في حاجه كمان لازم تعرف في الجزء بتاع التشيك بوينت، اللي قبل التشيك بوينت اكنهم مش معايا، مش انا قلت لك بخزن الكوميت في التابل بتاع الكوميت، والاكتف بخزنه في التابل بتاع الاكتف، شغالين كده. بس اللي حصل لهم كوميت او اللي انتهم قبل التشيك بوينت اكنهم مش معانا، اكنهم ما جوش اصلا. فهنا اللي خلاص قبل التشيك بوينت هي التي 1، فاكنها مش معايا، مش هحطها في الحسبان اصلا، فاكن التي 1 دي مش معانا خالص. فالسؤال هنا بقى بقول لك، اما اوصل للسيستم كراش اما يكون هنا، مين اللي هيعمل له كوميت ومين اللي هيعمل له ريدو؟ تي 2 كانت خلصت، كانت وصلت خلصت دي يعني وصلت للكوميت، فكده اعمل لها، فكده اكيد هنا اتخزنت في التيبل بتاع الكوميت. وتي 3 خلصت هنا الجزء ده اللي معايا، عشان الجزء ده قبل كده اتخزن على الداتابيز وماليش دعوه بيه، الجزء ده اللي معايا فوصل للكوميت، اكيد هو متسجل في الجزء بتاع في التيبل بتاع الكوميت. وهنا دول لسه كانوا اكتف، ما اعرفش ما هيخلصوا امتى. طب فانا هعمل اما السيستم يحصل له كراش هنا، هعمل لمين كوميت واعمل لمين هعمل لمين ريدو ومين الاندو؟ فهعمل ريدو للي حصل لهم كوميت اللي هو تي 2 وتي 3، واندو للي لسه اكتف اللي هو تي 4 وتي 5.
دي لو انا شغال ايه، دي لو شغال immediate اللي هو بيعمل redo للكوميت واندو للاكت. طب لو احنا شغالين، النوع الثاني اللي هو نسيت اسمه، ديفير، لو احنا شغالين ديفير كان بيعمل ريدو للكوميت وبيعمل اجنور للي هم لسه في حاله الاكت. فهنا تي واحد وصل للكوميت فعمل له ريدو، وتي اتنين ريدو، طب وتي اربعه وتي خمسه فهم لسه اكتف فاعمل لهم اجنور. فهنا بيقول لك ايه، ما قالش الحته دي. وبرده نفس النظام، اللي انا عملت له كوميت قبل التشيك بوينت خلاص هو مش معايا، يعني التي واحد دي مش معايا اصلا، ما بحطوش في الحسبان. فده الجزء بس اللي انا عايز اشتغل عليه، بقول عليه.